بقى سلامة في خير وخير في سلامة. أنا جاية لكم بقى ومعايا الخير كله. وإيه الأجندة اللي معاكي دي يا أم ميرفة؟ لسه جاية بيها دلوقتي حالاً من الجامعة؟ الدفتر ده يا سعادل فيه الخير كله. انتي هتقبضي الجمعيه بدري يا ام ميرفت؟ وانت بتسالي على قبض الجمعيه ليه دلوقتي يا سناء؟ انت هتقبضي كمان شهر. الدور والباقي عليا بقى اللي هستنى لسه لاخر الليسته. هو يا ولاد اهدوا المال. بقولك ايه يا ام ميرفت، ما تشوفي لنا كده الجمعيه على القد يجي ب 20 جنيه. طب استني كده يا انعام. بصي بقى، البت ميرفت بيتي عامله جمعيه ب 15 جنيه مع صاحبتها في المدرسه، بتحب تخشي معاهم بس مش قيمتك يا انعام. طب بقول لك ايه، ما عندكيش جمعيه ب 50 واخش بنص سهم؟ نص سهم ايه بس يا ماما؟ هو انت داخله الضرب في البورصه؟ لو عايزه تخش بنص سهم خش على الحديد، الحديد في العالي. ربنا يسمع منك يا سعادل. على فكره يا ام ميرفت، انا عندي خطه لتطوير برنامج الجمعيات بتاعتك، بحيث تكون دوره كل جمعيه اسبوعين مع محاوله استقطاب عدد اكبر من المساهمين عن طريق الدعايه. لا 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 لا، انا لا احب ادعي على حد ولا حد يدعي عليا. يا ام ميرفت، الدعايه غير ان حد يدعي وتدعي عليا. اخلص يا ام ميرفت اخلصي. طيب طبعا انتوا يا جماعه مش هتوه عن ام كوثر. احنا ايه اللي يودينا عند ام كوثر اصلا عشان نتوه؟ بس استنى عليا بس يا سعادل، بقى ام كوثر داخله معايا في الجمعيه، واسم النبي حارسها ابنها حمود الله واكبر عليه. عقبال املتكم ايه؟ بقى له 3 سنين في دبي مش مخليها عايزه حاجه ابدا، اشي تلفزيون اشي بوتاجاز اشي ثلاجه، كل حاجه هي عايزاها. خلفه تفرح بصحيح، ربنا يكرمها في ابنها. بلا وكسه على خلفتنا، بلا وكسه. اوعى يا ابني اوعى. يا ام ميرفت يا ام ميرفت، انت جايه لنا انا عشان تبوظي صله الرحم؟ ما تخش في الموضوع على طول. اللي على راسه بطحه، وكويس انك حاسس من جوه نفسك انك مقصر. قصر يا ام ميرفت. معلش يا اخويا حقك عليا. شوف بقى يا سيدي، بقى وهو جاي بقى ابنها حموده من السفر جاب لها موبايل، بس ايه؟ حدوته 3 كاميرا والباروتس دوت والرعشه دي اللي بتهز ديت واستلام الرساله ورنات بقى المزعجه وغير المزعجه وارجوس هو ايه وانا غير منتظر حاجات كده بقى، بس ايه اخر موديل. ده حاجه حلوه قوي يعني. ما المشكله ان واحده زي ام كوثر دي تشيل موبايل فيه كل الامكانيات دي وهي مش فاهمه في حاجه يعني. الله اكبر يا سعاده، انت هتحسد الوليه على الموبايل اللي جالها. بقول لك ايه يا ام ميرفت، هي العده دي جديده؟ لا، يا دوبك عمل مكالمتين ورنة. طب ودي على كام؟ مبلغ تافه، 5000 جنيه. حسيتك في الجمعيه. طب هل لو انا قلت لها ان عايزه اشتري موبايل تستناني لغايه مقبض الشهر الجاي؟ عينيا يا اختي، انا ليا دلالي عليها ما تقلقيش. ايه يا سناء، ايه 5000 جنيه في موبايل؟ ما ينفعش طبعا يا ماما، ده يعني حرام، ده حتى ممكن الشاشه بتاعته تتجرح او مثلا باتري لو. باتري لو؟ لا يا اخويا، العينه بينه، شوف بنفسك اهو. شوف انا ما انا وريني كده. ايه ده، انا شفت واحد امريكاني كان ماسك واحد زي كده، وبصي بيتفتح كده وده بيلف كده وبعدين يلف كده لغايه اما يبوظ. حلو قوي. وعارفه ده الجيل الثالث بقى اللي هو جيلي، جيل العمالقه. على فكره الفرق ما بين كل جيل وجيل 14 سنه تكنولوجيا ضوئيه، الا اذا حصل تحنيط في اي جيل. انت هتعملي لنا فيها عالمه وراثه، ما تتبطي بقى. اوعى يا عم. بقول لك ايه، انا اشتري وادفع فلوس، انا جاهزه. العالم دي اخلتها فرجه. عيني يا حبيبتي على اول الشهر ان شاء الله يا عينيا. عيني يا حبيبتي. وده على كده بقى يا ام ميرفت، في جيمز يعني مثلا سناك او يا حبيبي؟ ايوه يا روحي، في جيمز في كل حاجه. واذا كنت حضرتك بقى يا سعادل باصص له انسى يا روحي، انت لسه الجمعيه بتاعتك هتتقبض كمان 6 اشهر. لا لا لا، انا مش في دماغي موبايلات، انا تفكيري مش موبايلات يعني. ايوه ايوه، لما تكون نفسك، انت لسه بدري عليك. اعتبريني يا ام ميرفت خلاص اشتريت، انا سبت جاهزه بفلوسي. من عيني يا سنوقه، وانا عندي اغلى منك يا حبيبتي. أيوة. موبايل مقرف مقرف. ليه يا دولا بس، هو عمل لك ايه يعني؟ ده منظر موبايل ده، انا يا ابني ببقى في اي حته قاعد مع اصحاب البازارات صحابي، كل واحد مطلع موبايل بتاعه، ده موبايل مجسم وده موبايل بالنغمات وده موبايل مش عارف شكله عامل ازاي بالالوان، وانا طالع بده بتكسف والله طلعه من جيبي. يا ابني افرض رن ولا تهبل. يا دولا دي مظاهرات فاضيه. المظاهرات فاضيه ايه؟ محدش طلع فيها يعني ولا ايه؟ انت بتقول اي حاجه وخلاص. انا لازم اغيره لازم اغيره لازم اغيره. دولا طب ما دام بقى هتغير الموبايل ده وهتجيب واحد جديد، يبقى اديني القديم ده.
عايز يبقى معاك موبايل يلا يا رمزي. ده ابوك اللي اسمه ابوك لما انت طلبت منه موبايل قال لك هجيبهولك بس على شرط تركب اخواتك وراك. ايوه دول قالوا انا قلت له هركبهم وهو اللي ما جابهوش برضه. لا 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 مش هديك الموبايل بس انا بالنسبه لي الموبايل بتاعي ده هجيبه قدامي حروب وقدامي ناس كتيره جدا هتحاربني عشان الموبايل ده بس انا هجيبه يعني هجيبه. هات ودولة ودمر وكسر وكل حاجه بس هو ده بتاع مين يا دولة؟ ده بتاع ام كوثر يلا. وانا لازم اعمل خطه عشان اجيب الموبايل وعشان اوصل للخطه دي لازم يكون معايا حد ذكي جدا. انا تحت امرك. عايزك تجيب لي كاميرا عشان ابقى اتصور بيها مع اصحابي في الجامعه. اجيب لك كاميرا تصوري بيها؟ طب ما تستلفي اي كاميرا من اي واحده من صحباتك يعني. ايه ده يا بي هي برايه. ولا تقلقي يا نجله ان شاء الله لما اجيب الموبايل بتاعي ويبقى بتاعي هبقى ادولك عشان تتصوري بيه براحتك. والموبايل بتاعك ده يا سناء بكاميرتين؟ اهم ميزه في الفئه دي من الموبايلات انه بيسمح بارشفه وتسجيل المواقف النادره لحياه حامله. حامله ايه؟ هو شيك ومعاه حامله يعني. رانيا كملي القافله تسير والموبايلات ترن. علم الموبايلات ده ملوش اخر يا سناء. بيقولوا الرنات بقت بفلوس صحيح؟ رنات يا ماما اللي بفلوس؟ يعني معقوله التلات رنات بمكالمه؟ مش معقوله يعني. لا 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 انا بقول لك ايه دول اشاعات علشان اللي طلع الاشاعات دي هم بتوع الارض اللي هم بيعملوا الرنات فعلشان كده انا طول النهار انا برن ومحدش بيتكلم. ايوه ما انت طول النهار يا حماتي بتقعدي ترن عليا انا بكنسل عليكي واقعد انا بقى اللي ادفع بعد كده اما اكلمك اللي اخروا الحيوان ده. على فكره يا سناء اما امبارح اكتشفت حته موقع على النت تقدري تنزلي منه نغمات مجسمه ومقاطع فيديو وكل حاجه انت عايزاه. وعلى فكره انا اقدر افيدك انا بخبرتي الكبيره بس بشرط تبقي تسلفوني بقى وانا رايحه الجامعه زي ما قلتي. حاضر يا غندوره هبقى اسلفهولك وانت رايحه الجامعه. بس بصي يا بنت بجد يعني على الموبايل ده اللي هو بتاعي هنقدر ننزل افلام فيديو يعني اقعد اتفرج عليها كده عادي؟ افلام فيديو ايه اللي لو هتتفرجوا على افلام الفيديو بقى على الموبايل بتاع سناء يعني يبقى نلغي بقى التلفزيون هنا اهو من الصاله يعني هتحتاجوه في ايه يعني؟ عادل اهدى يا عادل اهدى شويه لما اجيب الموبايل هبقى افهمك فيه وادولك تلعب بيه ساعه ساعتين. لا وتديني موبايلك ليه؟ وماله موبايلي زي الفل اهو والشاشه بتاعته اهي شغاله وكله تمام وزي الفل الحمد لله. بس هو يعني الموبايل بتاعك مختلف يعني بس هو مبروك يعني يعني هو حلو صراحه يعني. الباب بيخبط انا هقوم اشوف مين. ايوه دولة حبيبي. دولة تعالى في ايه؟ الحق يا دولة مصيبة ايه؟ المعلم تيتي يا دولة عايز يسحب صفقة التماثيل اللي هيديها لك. يا نهار ابيض ده انا كده يبقى بيتي اتخرب هو فين المعلم تيتي؟ واقف بره زي ما اتفقنا يا دولة. واقف بره زي ايه ازاي؟ روح ناديله مصيبة. ما خلاص ما تفور خش جوه خش جوه مش وقت. اتفضل يا معلم تيتي خطو عزيزه اتفضل. يا ساتر يا معلم تيتي ايه معقوله يعني انا مش مديك عربون يا عم عشان البضاعه اللي المفروض كنت تدهاني؟ اذا كان عربون ارجحهولك يا عم الحاج. العربون ده مهر البضاعه واذا كان على الشراكه فضيتها ولا غلط؟ لا غلط طبعا يا معلم تيتي انت وعدتني ان التمثال بتاع اله الشاطئ رمز المصايف عند الفراعنه انا الوحيد اللي هحتكره عشان اوزعه لكل شركات السياحه. احنا داخلين خلاص على موسم الصيف. مش عارف اقول لك ايه يا ابن والدي السوق قلاب وخلاص الدنيا مصالح وانا مصلحتي جت مع واحد تاني ودفع عربون اكتر منك يبقى يشيل ولا غلط؟ يا سلام هو عشان يعني دفع عربون اكتر مني تخرب بيتي؟ حرام عليك يا معلم تيتي حرام عليك انا اعمل ايه طيب؟ اسم الله عليك يا دوله لا عاش ولا مات اللي ضايقك يا عم. يخرب بيت سنينك يا تيتي ده كل الناس بتقطع في بعضها حتى الرجاله بتقطع في بعضها. تحت كلامك بقى استيكه. معذور الراجل دافع 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه قلبي ياسمين بنتي هتتشرف. لا 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 يا جماعه لا الحكايه قلبت جد. ما تقلقش يا دوله انا هرهعلك في غيابك يا عم. يا غبي يا غبي
وبعدين اثبت يا عم الحاج انت راجل ولا غلط؟ انت جاي تعرفني نوع النهارده؟ يا خبر ابيض، انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حرام عليك، 5000 جنيه اجيبهم لك منين؟ طب اجيبهم لك يا معلم، اجيب لك ال 5000 جنيه بس بعد 6 اشهر اكون قبضت الجمعيه. ومين يعيش 6 اشهر؟ اضرب بابا من اسبوعين واسافر. بس يبقى ملحوقه، ان شاء الله هيعدي الست شهور قبل الاسبوعين ان شاء الله هجيب لك. يلا انت فاهم نتيجه الحائط غلط يلا. وبعدين معقول يا معلم تيتي؟ يعني دي اصول يا معلم؟ ده انا ما كنتش بشتري اشياء من براك يا معلم. انت اصيل وانا تفصيل. يعني ايه؟ بتباعني يا تيتي؟ اذ ربما مضطر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. حاضر خد يا عم. ادي نص. النص الثاني لما نستلم الموبايل ان شاء الله. خلص يلا يا رمزي، خد واطلع بره توديني في داهيه. ربما افضح الدنيا. ماشي ماشي، سلام يا دولة بقى. بيت اتخرب، بيت اتخرب، بيت اتخرب. ان شاء الله اللي يكرهوك يا حبيبي ال5000 جنيه في جزمتك ولا تقهر نفسك. جزمتي ايه بس يا ماما؟ ده حتى الجزمة هضطر ابيعها عشان اصرف عليكم. عادل عادل، احنا لا يمكن نسيبك ابدا، لا يمكن ناخدك اللحم بتاعك وبعد كده نرمي العظم بتاعك للبوبيز. بوبيز ايه ده؟ حتى البوبيز مش هتلاقي حاجة تاكلها حضرتك يعني. بيبي بيبي، انا ممكن اديك كل مجوهراتي تبيعها وبعد كده تبقى تجيب لي اكتر منهم بكتير. يا حبيبتي احنا بعنا المجوهرات بتاعتك دي 3 مرات قبل كده، مش فاضل غير العلب القطيف. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده في ناس كتيره جدا ماضي معاهم عقود وشركات سياحه، لو ما جبت لهمش التمثال بتاع اله المصيف اخربوا بيتها يفضحوني. انا مش صغيره، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش هاممني نفسي، انا راجل ممكن استحمل، لكن انتوا ستات هتعملوا ايه؟ لا يا عادل، لا لا بقى يا عادل بقى. ما تزعلش يا حبيبي، اكيد هتتجاوز المحنه والضربه التي لا تدمرني تقويني. ما تشيلش هم الموضوع ده يا عادل، انا اختك من لحمك ودمك وانت اخويا الوحيد، انا ما سيبكش عمري كله. صح يا سناء، هي دي الروح الاخويه الحقيقيه اللي بتخلي الناس كلها تتجاوز المحنه. ايوه روح الاخويه ايه؟ وهي هتعمل لي ايه؟ دي غلبانه بمرتبها اللي بتقبضه. مش هو كان عايز 5000 جنيه يا عادل؟ ايوه، وانت هتجيبيهم منين يعني يا سناء؟ عادل خد دوري في الجمعيه وقبض انت الاول يا عادل. سناء، لا يا سناء، التضحية مهما تكون ما توصلش للدرجة دي، مش معقولة. ده حلم عمرك الموبايل اللي انت كنت عايزة تجيبيه ده يا ماما. خلاص يا عادل، الحياة أولويات واختيارات. خلاص كلمي بقى أمو ميرفت. منورة يا أمو ميرفت. يخليك يا سعاد. تحب تشربي ايه؟ لا يا اخويا ما بشربش اي حاجة على معدة فاضية. دولا اروح اجيب لها حواوشي؟ لا لا. انا عايزه شيش طاووق وميه معدنيه. يا ام ميرفت، شيش طاووق وميه معدنيه مفيش وقت، وبعدين يعني انت جايه في السر يعني. طيب طيب يا اخويا. بعدين يعني حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. الفلوس اللي هي بتاعت الجمعيه اللي المفروض اخدها مكان سناء يعني، انا مش هاخدها كفلوس، انا هاخد الموبايل. بس اهم حاجه يبقى سر يا ام ميرفت، لا سناء تعرف ولا ماما ولا رانيا ولا اي حد خالص. لا يا اخويا سرك كبير. ايوه والجمعيات اسرار. ايوه لا 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 ما تخافش يا اخويا، وبعدين انا ما طلعش سر جمعيتي لحد ابدا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فين الموبايل يا اخويا؟ اهو انا لفهولك. لفاف ورق جرايد عشان يشرب السين. برافو عليك يا ام ميرفت، اتكل انت على الله بس ما حدش يعرف ام ميرفت. لا 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 لا، انا همشي بقى، انا هتعشى مع العيال. بالهنا والشفا، مع الف سلامة. مبروك عليك يا ام ميرفت. اوعي. لا يا اخويا ده انا عينيا. لا ابدا، مع السلامة. دولا هو الموبايل ده ولا ايه؟ هو ده الموبايل؟ قاعدين ساكتين من الصبح، جاي دلوقتي تعلي صوتك. معلش يا دولا. هو الموبايل يلا. يا اخيرا بدل فرد الشبشب اللي عندي دي. بص يا شكله كده هتشفطه، كده هتشفطه. اتعامل معاه برقه. سلام. الله يا دولا. دولا في كاميرا اهو. دولا خدني بقى صوره تذكاريه كده. لا صوره ايه يا ابني؟ الفلاش اللي موجود ان هو عندي في الموبايل مش هيفهم وشك يعني، وشك ممكن يرد الاضاءه تاني بتاعت الفلاش فتحرق الكاميرا. لا 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 استنى استنى استنى. ايه ده؟ الله بس يلا
ده مش راضي يشتغل. يالا مش راضي يشتغل. الدوله قريت فيها يا بوز الاخص. الدوله طب ما تخبط عليه كده يمكن يشتغل. يمكن ايه؟ يمكن ايه وانت ما تمدش ايدك عليه خالص؟ ده اجهزه حساسه. بص يالا، احنا احسن حاجه نوديه للواد ايمن مزد، هو اللي يعرف يتصرف معايا. صح، يلا بينا. ايوه جه معاك اتنين انما على ثلاثه. شيء خير؟ شحنا على الهواء، تحويل رصيد، نغمات، كليبات، بلوتوث. حدد طلبك بالظبط. حضرتك ده ما بينطقش. طب ما تصبر عليه يا دوله، ده لسه جديد، لسه ما اتعلمش الكلام. وريني كده. ايه ده؟ الموبايل ده استعمال خارج وللاسف ما يشتغلش في البيئه دي. ما يمكن ما بيشتغلش في الحر يا دوله. يا اخي ما الراجل قاعد، ما تسكت انت. اتفضل حضرتك. قبل اي حاجه في رسوم 20 جنيه كشف. لا لو على 20 جنيه مقدور عليه. اتفضل حضرتك. هات. نبدا نكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. استعنا على شاب الله. يا ربي يا رب يا رب يا رب. للاسف الموبايل ده محتاج عمليه زرع بطاريه. زرع بطاريه؟ دولا يعني احنا لو زرعنا بطاريه هتطرح موبايل؟ اسكت اسكت. حضرتك زرع بطاريه ايه؟ مين هيرضى يتبرع له بالبطاريه بتاعته؟ ده دلوقتي احنا بقينا في زمن الاخ ما بيديش الشاحن بتاعه لاخوه. نسفره بره يا دولا. بس يا رمزي مش وقت خالص. شايفني انا متدمر ازاي عشان الحاله اللي فيها ده؟ الموبايل ده محتاج عمليه صعبه ومستعصيه، لازم يتحط على جهاز فك الشفره. بص الاعمار بيد الله، اتكل على الله. هتتكلف قد ايه العمليه دي؟ 200 جنيه. طب ما نقدرش نعمل له عمليه يعني اللي هي بتاعت فك الشفره دي على حساب الدوله؟ طبعا ينفع، بس ده هياخد منك وقت كتير جدا وهتخش في اجراءات والروتين. وما اخبيش عليك، الحاله صعبه وما تستحملش. دولا لا بقى، احنا نطلع بيه على القصر العيني على طول. ده احنا نموته بايدينا اسهل. ده احنا عمال نروح القصر العيني يكون هنج يا ابني. اتكل على الله اتكل على الله. هنعمل ايه؟ مفيش في ايدينا حاجه. اتكل على الله ونعمل العمليه. تمضي على اقرار ان العمليه على مسؤوليتك؟ امضي. اتفضل حضرتك، وده الاقرار. اتفضل حضرتك، وادي امضيتي. ربنا يستر ربنا يستر. بكره تعدي عليا الساعه 6 في المعمل. حاضر حضرتك. ما اجيبه لك بكره ان شاء الله على الساعه 6. افطره ولا اجيبه صايم؟ السلام عليكم. ايه انتوا سايلنت انتوا كمان ولا ايه؟ طب اقول ايه يا انعام؟ طب يا جماعه معلش، اصل بنتي ميرفت هتعمل السلطه وانا خايفه اتخرط البصل على السلطه. ايوه عشان انا ما بحبش البصل على السلطه. فتكم عافيه بقى. ايه يا ام ميرفت حكايه السلطه اللي انت خايفه عليها من البصل دي؟ يعني يا خوف يا ام ميرفت. لا يا اخويا لا يا اخويا، فتك بعافيه يا حبيبي، فتك بعافيه. السلام عليكم. طيب هو في عشاء ولا ايه؟ ما فيش عشاء. طب في غدا؟ ما انا واكل يعني بره قبل ما اجي يعني، بس انا كنت بسال اذا كان في عشاء او غدا عشان انتوا تاكلوا يعني، او لو عوزتوا اي حاجه انا ماشي. اخش انا بقى اغير. خرب بيتك يا ام ميرفت، على راي المثل لا تهرج مع ام ميرفت ولا تخلي ام ميرفت تهبل. تهرج مع صباح الخير. يا مخادع يا غشاش يا غدار. رانيا؟ ايوه رانيا يا ضلالي يا مخادع. ام ميرفا طلعت عميل مزدوج وواشت بيك. واشت بيا ايه؟ وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه؟ خدعت ونورت وحاورت علشان تاخد الموبايل اللي انا قصدك هتشتريه يا مخادع. ايه الكلام ده؟ كلام كبير جدا. مش انا يا ماما اللي خادع، وبعدين انا اعمله لها مفاجاه. انا لو كنت عايز الموبايل ده ليا كنت خبيته ليه في الدولاب؟ خلاص اثبت حسن نيتك واديها الموبايل. طبعا انا هديه لها، بس اصلحه الاول لان هو اصلا رخيص وكان بايظ يعني، الشبكه بتاعته ما كانتش بتلقط، فانا هظبط الشبكه يعني واصلحه وهديه لها طبعا. شوف يا عادل يا مخادع، لو هربت من جهاز فك الشبكه مش هتعرف تهرب من جهاز كشف الكذب يا كذاب.
سناء نفسيتها محطم، ما حدش فينا هيكلمك غير لما تصالح سناء. انا هتكلم معاها صالحها ليه وانا عملت لها ايه؟ يعني هتكلم معاها وافهمها ان انا جايب لها الموبايل ده مفاجاه، يعني دي اختي يا ماما، ده انا اللي اهتم بيها اكتر منك اختي. سناء انا انت ايه؟ انت اناني، بتفكرش في الحاجه اللي انت عايزها وبس، لكن الحاجه دي هتضايق مين؟ هتزعل مين؟ ما بيهمكش. سناء انا يعني انا غلطان، انا غلطان وانت معاكي حق، بس انت عارفه طبعا ان الانسان بيبقى ضعيف قدام الاجهزه الالكترونيه. يعني عادل، انا نفسي اسدد من الموبايل ده خالص، مش عايزاه، نفسي اسدد من كل الاجهزه الكهربائيه. لا لا لا، ازاي تسدد من الموبايل؟ ازاي؟ لا ده موبايلك يا ماما، ده حقك انت، معلش يعني حتى لو انا غلطت ده حقك، انا هصلحه واجيبه لك على طول. تصلحه؟ الموبايل محتاج عمليه زرع بطاريه، هعملها على حسابي يعني، ما تقلقيش، ان شاء الله هتنجح العمليه باذن الله، ويرجع يملى البيت تاني رنات ومزدات ومسجات، ويعمل لنا حس الشقي ده. يتربى في كارتك يا عادل. طب يا ستي، شحن الموبايل شهر قدام على حسابي، اجيب لك كارت ب 50 جنيه. طب والجراب؟ ماشي يا ستي، ليكي بدل الجراب جرابين، واحد في الصيف شفاف وواحد في الشتاء قطيفه. طب واللي بقى؟ ومصاريف المدرسه عليا، وكمان يا ست البامبرز بتاعه. خلاص بقى يا سناء، ما تزعليش بقى، خلاص زعلانه يا بنت؟ خلاص بقى كتفي اتخلع يا بنت، خلاص بقى، خلاص ما تقعدش كل شويه كده، ما تمدش ايدك عليا. شغل الصبح بدري. يا سلام، وايه المشكله يعني لما تعطل شغلك الصبح بدري عشان خاطر سعادتنا الزوجيه؟ ايه السعاده يعني ان احنا نقعد ناكل في مطعم؟ ما احنا بناكل في بيوتنا بدل ما الناس يقعدوا يبصوا لنا في اللقمه يعني. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ مروه الشربكي؟ رانيا اللوحي؟ يا حبيبتي وحشيني يا بنت اللذينه، ما شفتكيش من ايام الجامعه. انت عامله ايه؟ وحشاني. تعالوا تعالوا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. فين؟ عندنا شغل الصبح بدري. اعرفكم بجوزي امين النشرتي. اهلا وسهلا. اعرفكم بجوزي عادل سعيد. اهلا استاذ عادل. اتفضل. عايز اقول لك على حاجه يا عادل، انت عارف مروه كانت زمان ايام الامتحانات كنت دايما بغششها من البرشامه بتاعتي. يا سلام. طيب ومدام مروه ما كانتش بتذاكر ليه بنفسها؟ او على الاقل مثلا كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحتي بمجهودك؟ لا، مجهودي ده انا كنت موفراه للماجستير والدكتوراه. انت بتهرجي؟ انت عملتي ماجستير ودكتوراه؟ 2 ماجستير و3 دكتوراه. و4 شاي بقى عشان القعده شكلها طويل يا كابتن. اهلا وسهلا يا استاذ نشنجي. لا، نشنجي ده اسم عيله الوالده، موطنها الاصلي خلف نادي الصيد، لكن انا نشرتي تي تي بكسر الياء. يا ما شاء الله، حضرتك بتكسر الياء، يعني واضح ان حضرتك عنيف. بالعكس، جوزي مرن جدا ومطيع، مثال لزوج الالفيه المعاصره. يا سلام، ما شاء الله. يعني ايه معاصره حضرتك؟ صحيت مره من النوم قلت له نشرتي انا عايزه احضر الماجستير. ياه، يعني بدل ما تحضري الفطار بتحضري الماجستير. وحضرتك رايك ايه يا استاذ نشفتي؟ لو نشرتي نطقها صعب عليك ارفع الشين. يا سلام، ما شاء الله، عمال بترفع الشين وبتكسر الياء، اتظبط لنا القعده حضرتك. بقول لك ايه، هو انت لما طلبتي منه ان انت تعملي الماجستير كان رد فعله ايه؟ قال لي اوكي طبعا يا شيخه. طب انت بقى قدرتي ازاي توافقي ما بين طلبات البيت وشغل البيت والماجستير؟ طلبات بيت ايه يا رانيا؟ انا ما كنتش بغسل كوبايه. يا ما شاء الله، يعني حضرتك المايه قطعت وانت بتعملي الماجستير، شوفي النصيب، يعني المايه تقطع عشان ما تغسليش كوبايه. لا، انا اللي كنت بغسل. يا راجل، يعني عمال بتكسر وبترفع وتغسل. اوه الله عليك الله عليك يا استاذ نشرتي، كده وانت متعاون وكنت بتغسل كل كوبايات البيت. اصلها كانت ايام، يعني في كان في بقى غسيل ومكوى وطبيخ وتسييق
وتصوير. تصوير؟ يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر الماجستير، ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت؟ لا، انا كنت بصور ورق الرساله. طب ليه حضرتك ما عملتش معاها رساله دكتوراه انت كمان؟ على الاقل كنت اخدتوا الاثنين بتمن رساله واحده. خفيفه. بصي دمه خفيف وظريف. دم خفيف الحمد لله، بس ما وصلتش لحد بقى التسييق والتنظيف والتصوير زي الاستاذ نشختي. لا انت كده بقى بتهين اسمي. يا عم بهين اسمك ايه يا عم؟ ده انت هنت كل حاجه ما شاء الله، وانت مستنيني اهين يعني؟ لو سمحت يا استاذ، انا ما احبش ابدا جوزي يتهزق برا البيت. هو جوزك بيتهزق جوه البيت بس؟ رانيا انت كده بتغلطي. يا سلام. لا 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 لا، بصي حضرتك يا ريت يعني تعزمينا بقى مره عندكم في البيت عشان نهزقه براحتنا. امين يلا بينا يا امين، احنا ما ينفعش ابدا نقعد مع ناس ما بتحترمناش. يلا يلا يا بيبي. بيبي ايه ده، هو ابوها ولا ايه؟ بقولك ايه، حساب الشاي يا استاذ نشفتي، يا استاذ نشلتي. عادل على فكره انا عايزه اتكلم معاك في موضوع من ساعه ما جينا. طبعا ضميرك صحي وحسيت انك انت مذنبه يعني وغلطانه، عشان طبعا العزومه اللي انا وديتها لك حضرتك سندوتشين يا دوبك فيهم مثلا حته لحمه صغيره كده مع حتتين مخلل مع اربع كوبايات شاي، ادفع فيهم 100 جنيه. يا رانيا 100 جنيه، حرام عليك يا رانيا. عادل على فكره بقى انا قررت ان انا احضر الماجستير والدكتوراه بتوعي. طب انا من رايي يعني بدل ما تلبخي نفسك الاثنين يبقوا مع بعض، ايه رايك مثلا تحضري الماجستير الصبح وعلى الغدا تحضري الدكتوراه وعلى العشاء تنسيهم، ايه رايك؟ على فكره طول الوقت ملاحظه ان انت بتسخر من طموحاتي واحلامي العلميه. يا ست اطمحي واحلامي زي ما انت عايزه، بس لعلمك بقى انا لا هغسل كوبايات ولا هسيق البيت ولا هعمل اكل ولا ليا دعوه بالكلام ده كله. انا مش عايزه منك غير ان انت توافق. طيب لو هتقدري يعني تنسقي انت وسناء وماما ومامتك مثلا ونجلاء وياسمين، لو عايزه تنظموا يعني شغل البيت مع بعضيكوا، بجد يا رانيا بجد بجد انا ما عنديش اي مانع. يعني انت موافق؟ ياس. هتشوفي يا مروه هتشوفي، هعمل 5 دكتوراه و5 ماجستير. رانيا خلاص ما تقلقيش، انا كاتب كله ولما هيجي عادل هبقى اقول له. يا ست حاضر، ابقي سلميلي بقى على سناء بقى. يلا باي باي. انت ايه قاعد على المكتب واستولت وقلت لك الصوره دي؟ يلا الزباين بيخش يشوف الصوره، يلا بيجروا، يلا ما تحطليش صورتك هنا على الخزن. ايه اللي معادك هنا؟ دولا كانت رانيا يا عم بتمليني طلبات هي عايزاها منك اهي بقى. طلبات عايزاها مني؟ اه. ايه الخط الزباله ده؟ ايه ده، انت بتقرا الخط ده ازاي؟ انا طالبه ايه؟ لا يا دول ما انا مش بقراه، انا بس بعلمه. بتعلمه ايه عشان ما يتوهش منك يعني؟ يا ابني ايه الكلام ده، مش عارف اقراه. طالبه ايه؟ هي دول قلمين جاف وقلم رصاص واستيكا و استيقه استيقه وبرايه. ايه يخرب بيتك، امال التعليم ايه اللي اتعلمته؟ يلا بتكتب ازاي؟ اقعد اكتب يلا، خد اكتب كده انا همليك واكتب. لا انا مش عايز اكتب دلوقتي يا دوله بقى. اقعد اكتب يلا، اقعد اكتب. طيب ما بعرفش اكتب وانا واقف بقى. ها اقعد اقعد يا اخويا حجه البليد، اقعد ورينا تكتب. هوف ماشي ماشي. هتقول لي هوف ولا ايه؟ ماشي يا دوله حاضر اكتب. ماشي. ذهب ذهب رمزي رمزي الى المصيف الى المصيف يوم الاربعاء. يوم الاربعاء دولة هي الأربعاء دي يعني الهمزة بتاعتها على الألف ولا على السطر؟ خليها يوم الخميس. غبي غبي، دي أستيكة. يبقى أستيكة دي أستيكة دي بس بس بس. دولة ما قلتليش بقى، دولة أنت يعني هي رانيا عايزة الطلبات دي لمين؟ لياسمين بنتكو؟ لا يا سيدي، لرانيا نفسها يا سيدي. ليه دولة؟ هتحضر دكتوراه. تحضر دكتوراه زي ما تحضر عفاريت مثلا. لا يلا تحضر دكتوراه، يعني رانيا هتبقى دكتوره يا سيدي. الف مبروك يا دوله، ده الواحد بقى كده يعيا براحته بقى علشان هيتعالج ببلاش وتعور. عورني يا دوله. يلا مش دكتوره يعني بتعالج بني ادمين وبهايم وكده، لا لا لا، دكتوره يعني اللي هي تقعد تقرا في الكتب فتذاكر من الكتب جامد فتبقى دكتوره في الكتب دي نفسها يعني. ايوه ايوه دوله صح يا دوله، زي الواد مسعود ابن خالته دوله، كان عنده كتب كتير قوي كده بتاع الطب، يعني كان لما بيجي يعيا بيقوم فاتح الكتب دي ويقعد يعالج نفسه بيها على طول. الله يرحمه، مش ده كان مات من غلطه مطبعيه؟ ايه ده؟ اتخبطت تاني. ياسمين
اديني الاستيكه بتاعتك. لا بقى يا ماما، انت بتطرفي الحاجه ومش بترجعها لي تاني. ياسمين هخليكي تحصي من صباع الروج بتاعي. تاخدي القلم الفوسفوري كمان. فوسفوريك ايه رانيا؟ مش هتقومي تغسلي المواعين ولا احنا اللي هنقوم بشغل البيت كله وانت قاعده؟ انتي انا مش فاضيه للحاجات دي، انا عايزه اخلص اخر فصل في المقدمه بتاعتي. هو انت لسه في المقدمه؟ اما اللي هتقسطي المنهج على كام سنه ولا كام شهر؟ خفه. خدي يا رانيا، صورت لك فصل من كتاب الجنح للدكتور سيد الحبسجي. ربنا يفك سجنه ويفك سجننا. قادر يا كريم يا ماما بدل القعده الرمادي اللي احنا قاعدينها دي. انت عارف يعني ايه رانيا تعمل دكتوراه؟ اه عارف طبعا يا ماما، يعني ورق بقى وملازم وتتشغل هي، وعلى الاقل بقى ايه تفضيلي دماغي وتسيبني براحتي. ماما جيبي معاه من الاخر، بالطريقه اللي بتتكلمي معاه بيها دي مش تاخدي حق ولا باطل. من الاخر كده يا عادل، انت معاك دبلون. والله بجد يا ماما عمري ما اتمنظرت على حد بالشهاده بتاعتي ابدا. يعني ينفع يعني مامتك يبقى معاها دكتوراه وانت معاك دبلوم؟ يعني اعمل ايه يعني؟ احضر دكتوراه انا كمان بالدبلوم بتاعي؟ اذا كان هي معاها قصنص حقوق وبتبتدي تتفرد علينا. والقصنص حقوق اللي معاها ده بقى اسبري ولا بليه دواره؟ بتتمسخر؟ بتتمسخر على ايه؟ ده انت هتبقى مسخره، مسخره في وسط كل الرجاله. لما تروح تعرف انت ومراتك على حد هتقول له ايه؟ مراتي الست الدكتوره وانا حاصل على دبلوم. تفتكروا يعني الحكايه دي تبقى شكلها وحش ولا ايه؟ يا نهار ابيض، شكلها طبعا وحش. الفرق بين الدبلوم والدكتوراه يا عادل الفرق، مش هقول لك الفرق، ما انت عارف. يعني اقول لها ما تاخديش الدكتوراه عشان انا معايا دبلوم يعني؟ اوعى تقول كده لتبان انك ضعيف وناقص في الحته دي. ولو عرفت نقطه ضعفك تفضل تديلك لغايه ما تمرمغك في الارض. ايه يا اخوانا يا جماعه، انتوا كده وترتوني جدا. انت توقف لها بالمرصاد وما تخليهاش تفتح اي كتاب. خلاش تفتح اي كتاب. كرامتك كراجل يا عادل هتتمرمغ في التراب لو رانيا خدت الدكتوراه. كرامتك هتتبهدل لو رانيا خدت الدكتوراه. يا انا يا الدكتوراه في البيت ده. ايه ده؟ ده جايبين فيلم الفزع الرهيب النهارده في التلفزيون، الفيلم اللي انت بتحبيه يا رانيا. ياه سوري يا عادل يا حبيبي، انا مش فاضيه اتفرج على افلام دلوقتي، انا عندي مذاكره كتير قوي. يا حبيبتي يعني المذاكره هتروح فين؟ تعالي اتفرجي وبكره بقى ذاكري. بصي يا حبيبي، انا عايزه اقول لك على معلومه، ان لقب الدكتوراه ده لقب يستحق كل التضحيات، حتى لو كانت التضحيه اعلاميه مش مشكله. الفيلم ده بكره لما ياخد الدكتوراه اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه و10 عادي. طب بابا ممكن انا اتفرج على الفيلم؟ لا 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 ياسمين ذاكري، مفيش افلام، ذاكري يلا. يا الفيلم بدا اهو. عارفه يا ماما احلى حاجه بالفيلم ده ايه؟ انه لازم يتابع من الاول، لان الفزع كله موجود في الاول. ايوه الفزع الرهيب الرهيب بقى بيبدا من نص الفيلم. رانيا رانيا، الحته اللي انت بتحبيها يا رانيا في الفيلم اهي ساعه ما هو الراجل بقى دخل على القصر المهجور، ودخل بقى لقى الاشباح مستنيينه ومعاهم الساحره المنبوذه اللي كانوا بلغوا فيها الاسم اهي. لا 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 عادي يعني، انا ممكن اتفرج على الفيلم ده مره واتنين وتلاته يعني عادي. بكره في الاعاده. لا لا عادي، دي المحطه دي ما بتعيدش الفيلم، المحطه دي بكره الظهر ان شاء الله قافله عشان عندهم تحسينات. يلا يا رانيا حبيبتي على شيرتك، انا عاوزاكي تاكلي كويس عشان تعرفي تركزي في المذاكره. طيب يا رانيا ما دام هتاكلي كلي وانت بتتفرجي يا ماما. على فكره بقى انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، المخ فيه قناتين فقط للتركيز، قناه منهم للاكل وقناه منهم للمذاكره. اعتبري ان قناه منهم متشفره. تعالي تعالي تعالي. وعلى فكره انا عادتي معاك مش خير على فكره خالص، انا داخله اذاكر جوه في الاوضه واسع من طريق. يا رانيا رانيا الفيلم هيفوتك يا رانيا. طيب ماشي، ذاكري ذاكري ذاكري. يا حتى المكياج بتاعتك اللي انت مليانه بيها كده اهو، التسريحه دي افرض انا عايز احط اي حاجه احطها ازاي؟ بصي كم الحاجات اللي انت حطاها، ودي اساسا ما بتشتغلش اهي، بصي ما بتشتغلش، لا فيها كلونيا ولا فيها اي حاجه، عامله لي زحمه هنا وخلاص. يا رانيا معقوله؟ عادل لو سمحت اسكت عشان عايزه اذاكر. ما اذاكري انا بقول لك، بس يعني عشان تبقي تفضلي حته جنبيهم مثلا ولا حاجه. يلا
مش ام ميرفت طلعت جوزها امبارح عادل؟ يعني بس رجعته تاني النهارده، يعني هم على طول بقى يطلقوا ويرجعوا كده وعلى طول طول الوقت. بس ام ميرفت على فكره من اول الناس اللي احنا قابلناهم اول ما جينا هنا في العماره، يعني ست لطيفه جدا يعني، وبعدين عارفه بتحبنا، يعني مش مثلا من الناس اللي هم بيتضايقوا او يلا طيب تصبح على خير يا رانيا. رانيا لا اكيد في حرامي بره في الصاله. عرفت ازاي؟ عشان ما فيش صوت خالص. ممكن تطلعي تبص على الحرامي ده لو سمحتي؟ يعني عايزني انا واحده ست اطلع ابص على الحرامي؟ ما ممكن ما يبقاش حرامي راجل، ممكن تبقى حراميه ست عايزاني اطلع على واحده ست. بص الساعه كام اطلع لها يعني ابص عليها يعني، وهي حتى لو حراميه يعني. وحياه امك سيبني اذاكر. لا خلاص براحتك اذاكر خلاص، حتى لو حرامي موجود اهو البيت يولع بقى، هنعمل ايه عشان انت مهتمه بمذاكرتك قوي يعني. ماشي ماشي صباح على خير. رانيا مش عارف انام يا رانيا. هو في ايه عادل؟ مش عارف انام، ما بعرفش انام وحد بيقعد يذاكر جنبي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قصدي يعني من وانا صغير يعني ما بعرفش انام ونور منور كده، بص النور في الاوضه منور ازاي كتير جدا، ما بعرفش انام انا في النور. ماشي عادل اسكت بقى. ماشي وادي النور اهو. يلا ساتر صباح على خير. خمد بقى خمد. ايه جو مسلسل الايام اللي انت عاملاه ده؟ قاعده بتذاكري على شمعه يا ماما. مدام عايزه تذاكري والمذاكره مقطعه بعضها، انزلي مثلا ذاكري تحت على النور بتاع العمود. عادل انت عايزه ايه يا عادل؟ ايه ده ايه ده يا حبيبتي؟ ايه ده؟ لا ما تنرفزيش نفسك، ايه الحاله العصبيه اللي جات لك مره واحده ده؟ لا 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 انت محتاجه تريحي اعصابك. ايه رايك نخرج بره مثلا نتمشى على النيل؟ اكيد النيل دلوقتي عامل طراوه جامده جدا. او نروح مثلا نتعشى في اي حته. نتعشى في اي حته خلاص، نتعشى في اي حته، نتعشى في اي حته. ايه رايك نتعشى في اي حته عشان نتاخر؟ يلا ها خلاص خلاص يلا انا شربت العصير واتعشيت وحليت ودخلت الحمام مرتين ورجعت اتعشيت تاني، وانت من ساعتها قاعد ما طلبتش حاجه غير كوبايه الشاي اللي بقالك ساعه بتشرب فيها. في ايه يا رانيا انت مستعجله على ايه؟ ما احنا قاعدين يا ماما. ما قلت لك 100 مره عندي مذاكره ولازم اروح بكره الصبح المكتبه عشان السيرش بتاعي. يا سلام، طب ما انا عندي شغل برضو في البازار وبعمل سيرش على رمزي طول اليوم وبلاقيه مستخبي مش عارف فين يعني. وبعدين بالرغم لا 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 يا رانيا لا لا، انت ما بقيتيش تحبيني زي الاول يا رانيا. لا لا يا عادل والله لسه بحبك يا عادل. يا سلام بتحبيني ويلا بسرعه ومستعجله وعايزه نقوم وبتاع. لا لا يا رانيا لا، انت بتحبيني بس ومبينه انك انت بتحبيني لغايه ما الحساب يجي، احاسب بعد كده ترجع ما بتحبنيش تاني يا رانيا. بص بص اقول لك على حاجه، حاسب وهتشوف، حاسب وهتشوف. شفتي شفتي لو بتحبيني كنت خفتي على فلوسي يا ماما، ما كنتيش كل شويه تقولي لي حاسب حاسب حاسب. معلش حضرتك ممكن الحساب لان احنا لازم نقفل الكافيه ده دلوقتي، وبعدين حضرتك لماح يعني بسم الله ما شاء الله، والكافيه ما فيش حد غيركم فيه. حاضر يا سيدي من غير ما تقطبنا وريني الحساب كام. طيب اتفضل وهات الباقي لو سمحت. حاضر حاضر. حرام عليك ما بقاش في حد قاعد غيرنا، يلا بقى نقوم بقى. ايه يا رانيا ايه يا رانيا، مش خايف على فلوسي؟ استنى الباقي يا ماما، الباقي ده اهم حاجه دلوقتي. على فكره انا شم ريحه استعباط في الكلام اللي انت بتقوله، انت بتعمل كده ليه عادل؟ انا بعمل كده ليه عادي يا ماما؟ الباقي حضرتك هو عموما نص جنيه يعني. نص جنيه. طيب بص لو سمحت روح كهولنا بقى ايه ربعين عشان اديكوا بقشيش انت والشباب، طبعا سيرتوا معانا. يلا. لا مرسي مش عايزين بقشيش. وايه اللي مش عايزين؟ انا عايز اديكوا بقشيش يا سيدي، انا راجل لارج. وروح فكها لي لو انتوا ما عندكوش فكه من هنا من اي حته بقى، من العباسيه من المطريه من عين شمس يعني ايه براحتك، وتعالى على مهلك ربعين. ها حاضر. ايه ده رانيا انت خارجه ولا ايه؟ انا لسه راجعه من بره، كنت بقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي. وتقابليه ليه؟ عشان رساله الماجستير بتاعتي. وماجستير ليه؟ عشان الدكتوراه. ودكتوراه ليه؟ ناقصك ايه يا هانم؟ سريرك ناقص مله، تلاجتك ناقصه جبنه، حمامك ناقص صابونه، دكتوراه ليه؟ عادل
انا كنت بقابل الدكتور عشان اعتذر له عن رساله الماجستير بتاعتي. تعتذري له ازاي؟ يعني ايه مش هتاخدي الماجستير والدكتوراه ازاي؟ لا معقوله، ده انت كان حلمك وطموحك انك انت تاخدي الماجستير والدكتوراه، ازاي تتنازلي عن حلمك بالسهوله دي؟ يعني البت مروه بنت اللذينه طلعت بتنخى عليا. تخيل بنت اللذينه لا معاها لا ماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخط اصلا. كل ده كانت بتضحك على جوزها لهبل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت. الكوميديا بقى ان هي اصلا ما عاش سنه رابعه، دي طالعه بثلاث مواد يا عادل، دي مش عارفه لحد دلوقتي تخلص، بقى لها 8 سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إيه؟ الحمد لله انك انت خلصتي سنه رابعه من اول سنه، وعرفت كمان انك جبتي تقدير مقبول جدا، ودي حاجه طبعا تدعو للفخر. برافو عليك يا رنا. الحمد لله الحمد لله. عادل، هو انا كنت عايزه اسالك سؤال يعني كده شويه كده محرج يعني. لا 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 حبيبتي، انت برات اسالي زي ما انت عايزه طبعا. هو انت كنت هتزعل يعني لو انا خدت الدكتوراه؟ لا 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 خالص، بالعكس تماما، ده انا كنت ابقى فرحان جدا ان مراتي دكتوره، وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مثلا معاهم دبلوم او اعدادي مثلا، كنت اقول لهم بقى مراتي دكتوره، وبعدين لعلمك تكشفي عليا ببلاش، ممكن اجيب لك الواد رمزي تقعدي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براحتك، كنت ابقى فرحان طبعا. لا على اساس يعني انا كان هيبقى معايا ماجستير ودكتوراه وانت معاك دبلوم. ها لا ازعل ليه؟ ما هي بصراحه يعني عادل، انا عارفه ان الراجل مش بشهادته ومركزه، الراجل بحميته وامانه، وانت مدينا كل ده يا عادل. وبصراحه يعني انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني نذاكر لياسمين على اساس يعني ان هي بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه. ربنا يخليكي ليا يا رانيا ويخليكي لبيتك يا رب. ميرسي يا عادل. وبجد يا رانيا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه، يعني انت طول عمرك واقفه معايا واقفه جنبي في كل الظروف، بتبقي واقفه جنبي يعني. ميرسي عادل. يعني افتكر طبعا لما كنت شغال موظف قبل ما افتح البازار، واول ما اترفدت من الوظيفه لقيتك جنبي. فاكره؟ يا واول ما خدت البازار ويا دوبك استلمت البازار مفيش يومين ثلاثه والبازار ولع ولقيتك واقفه جنبي. دي كانت ايام جامده. ولما عملت الزايده مرتين واقفه جنبي. ولما الضرايب حجزت على البازار كنت واقفه جنبي. فعلا. مش عارف حاسس ليه انك نحس. من فضلك احنا خلاص دماغناتنا عملت مفرقعتات وعملت حاجات قنبلتات، من الست اللي فوق دي عامله لنا ديسكوهات. من فضلك يا عادل شوف بقى هتعمل فيها ايه، يا اما بجد بجد هنسيب لك البيت وهنمشي خالص. سيبوا البيت وتمشي؟ السكنه الجديده دي ما جاتش قبل كده ليه؟ حاجه يا بي بقول هشوف حل طبعا ان شاء الله. يا دماغي على اخر الزمن تسكن فينا واحده زي دي. يا سلام، يعني يا ماما يعني لو كانت سكنت تحتينا ما كانش حصل مشكله. يا عادل دماغنا حطرشه من كتر الضوضاء. بقول لك ايه، اعمل حسابك، اجتماع مجلس اداره العماره هيتعمل عندنا الشهر ده، ركز كده وروق دماغك عشان كل سكان العماره متوقعين ان انت اللي هتتكلم بلسانهم. اتكلم بلسانهم ليه؟ هم مش عندهم لسانه. ليه يا اخوانا اتلخبطونا ليه؟ هلو. هاي. هلو هاي، اهلا وسهلا. ميزي شقة مدام شاهي مدربة الايروبكس. وانتوا عايزين شقة مدام شاهي عشان ايه؟ انتوا عايزين تتخانوا ولا تخسوا؟ انا رايحة علشان اخس. واخدها معاكي ايه يعني؟ قدوة؟ الحقيقة مدام شاهي عندها حل لكل حاجة. انت بترغي عندك بتقول ايه يا عادل؟ لا مفيش يا ماما. صباح الخير يا سعادة. صباح النور، الشقة اللي فوق. اتفضل. ايه المناظر دي اللي طالعه نازله؟ ايه يا استاذ عادل بس؟ الله، بقى العماره اللي ما كانش بيسمع حد فيها حس تبقى بالمنظر ده، عاجبك كده يا استاذ عادل؟ اتفضلي بس. الله، العماره بقت مدرسه العاب يا جماعه، انا دماغي هتطق مني. معاكي حق يا ام ميرفت والله يا عادل، لو سمحت لازم تعمل حاجه في الموضوع ده. ما تقلقوش، انا هتصرف وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه. باختصار كده يا استاذ عادل، تحب يا حبيبي ان احنا نقعد كده على الحيطه ونسمع الزيطه؟ وانتي بس ايه اللي قعدك على الحيطه يا ام ميرفت؟ انا اعرف اللي بيقعد على الحيطه مثلا بورس صرصار فار بتاع، لكن احنا هنقعد على الحيطان ليه؟ انتوا طابخين ايه؟
ليه وانت مراتك ما طبختلكش النهارده؟ اصل الاستاذ عفيفي معودنا كان بياكلنا لما نعمل الاجتماع عنده. بياكلكوا ايه يا عم؟ وانت ينفع حد ياكلك؟ هو موت وخراب ديار. يو يو يو، احنا دلوقتي في الست السكنانه الكومبلونشيه اللي فوق دي بتاعت الايروبكس، وزباينها اللي طالعين نازلين وقالين راحتنا يا عادل. كويس قوي يا ماما ان انت فتحت الموضوع ده يا جماعه. طبعا انتوا عارفيني ومتربي معاكم، والعماره دي بتاعتنا يعني من زمان، لكن كمان عارفين بقى مواقف البطوليه في المواقف دي. الله يخليك يا استاذ عادل. لو يا اخويا مش عشان خاطرنا، عشان خاطر بناتنا يا ستي. ومن غير بناتك ولا حاجه، يعني ده وضع طبيعي. العماره طول عمرها عايشه في امان. هتيجي الست اللي سكنت فوقينا دي تقلب لنا العماره؟ انا ما ارضاش بكده ابدا. طب والطلبه اللي بيذاكروا والناس الكبار؟ خضار، انتوا هتاكلونا خضار. يا استاذ عادل لمؤاخذه كده، انت ولي امرنا. لو كان ولي امرنا كان عمل لنا اكل. يا راجل يا راجل، وانت كده دايما همك على بطنك؟ ما تقول لنا يا عادل هتعمل ايه يا جماعه. انا مش عايزكم تقلقوا خالص. طول ما انا رئيس اتحاد سكان العماره ما تقلقوش. الست الساكنه الجديده دي هتمشي والعماره هترجع زي الاول. دي اسمها نيفرتيتي اللي حكمت مصر بعد العثمانيين. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا يا فندم. واضح ان البضاعه اللي عندكم حلوه قوي. حضرتك احنا البضاعه اللي عندنا في البازار بتجي لنا مخصوص من الصين، والصين طبعا عارفه حضرتك الدوله مصدره جامد دلوقتي. غريبه، مع ان الناس اللي قالوا لي عليكم قالوا لي ان انتوا بضاعتكم سكه جدا. سكه جدا؟ لا حضرتك اتاكدي بالبضاعه من نفسك يعني. بس الكلام اللي سمعته بصراحه يخليني اخاف اشتري من عندكم بقى اي حاجه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. انت تعمل لي فيها مثقف؟ انت مالك؟ انت فين؟ انا مش فاهمه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. ملهمش حق فعلا اللي قالوا عليكم كده. عموما انا كان لازم اجي بنفسي واتاكد قبل ما اخد رايي واحكم على حاجه ما اعرفهاش. طبعا يا هانم برافو عليك. عارفه انا لازم بتاكد بنفسي من اي حاجه قبل ما احكم عليها، ده وضع طبيعي يعني. امال يعني يا استاذ عادل عايزين ليه تمشوني من العماره بتاعتكم من غير حتى ما تسمعوني؟ هو حضرتك جارتنا في العماره؟ احب اعرفك بنفسي، مدام شاهي مدربه الايروبكس، والساكنه الجديده اللي شقتها فوق شقتكم. لا طبعا لا يمكن. انت اتجننت يا عادل؟ اوفر ماي ديد بودي. مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا. ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقوله برضو واحده ست تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معاها وتسمعوها. يا حنين، وحضرتك بقى قعدت معاها؟ الجرس بيضرب، ما حدش يفتح ولا ايه؟ ما تفتحي يا ياسمين. دول يا حبيبي. ازيك يا ام رمزي؟ ازيك ياسمين؟ خد القصه بتاعتك اللي بتحبيها. مش هي. السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ صندوق الحاجه الساقعه اللي انتوا قلتولي عليها علشان الاجتماع جه اهو. Put it in the kitchen. حاضر. ما انت وحش يا استاذ عادل، شفتها فين؟ شفتها ايه؟ ما شفتهاش طبعا خالص. دولا جارتك الجديده اللي جات لك البازار شفتها وانا طالع لك على السلم يعني، وبعتلك الف سلام يا دولا. وبعدين يا عم ابسط يا دولا، يعني محدش قدك يا دولا. دولا ابسط يا دولا، اللي ما شفتش جارتك قبل كده. ما شفتهاش. انت بتصدقي واحد غبي زي ده يعني هشوفها فين؟ ولا 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 جبت العيش الفينو؟ يلا العيش الفينو اللي قلت لك هنعمله سندوتشات عشان الاجتماعات. لا يا دولا ما جبتش. انت بتغمز لي ليه يا دولا؟ انا غمزت لك؟ اجري يلا، روح اتكل على الله، روح هات العيش الفينو يلا، وتعالى بسرعه. او ما تجيش ما تجيش يلا. حاضر يا دولا. استنى يا رمزي، استنى يا زفت. الست دي جات لكم في البازار كانت عايزه ايه؟ اقول يا دولا ولا ايه يا عم؟ تقولي تقولي ايه؟ انت شفت حاجه؟ هو بصراحه يا جماعه انا ما شفتش. اهو اهو الحمد لله. شفتوا؟ مش قلت لكم؟ لان دولا بعتنا اجيب لها حاجه ساقعه من اخر الشارع، مش من القهوه اللي جنب البازار يعني زي كل مره. ايه وهتسفروا وهتعملوا ايه يا جماعه؟ المساله بسيطه خالص. القهوه اللي جنب البازار صراحه يعني الولد اللي هناك ايده مش نظيفه، وازايز الحاجه الساقعه زي ما انتوا عارفين يعني غطيان الكازوزه لو واحد ايده مش نظيفه بتبقى مش نظيفه يعني. وكمان وزعته طبعا علشان يحللوا الجو. وانا اقول بتدافع عنها ليه؟ بتدافع عنها ليه؟ ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا جماعه يا جماعه صراحه انا بدافع عنها لانها مسكينه قوي.
عادل لو سمحت عايزه اتكلم معاك، من فضلك اسمعني. مش هينفع اسمعك عشان انا نايم. عادل ارجوك يا عادل، لو مش هتسمعني عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين. وياسمين ايه دخلها بالموضوع ده يعني؟ انا بكلم عن ياسمين علشان هي ضحيه. حد بلغ فيها؟ بلغ فيها ايه؟ هي مجرمه عشان يبلغوا فيها. انا بكلم عن الشروخ اللي ممكن تحصل في نفسيتها في المستقبل. الشروخ لا سهله، الشروخ مقدور عليها شويه جبس واسمنت ونليطها يعني. يا عادل انا ما بهزرش، نليط ايه يا عادل؟ انا بكلم عن القدوه الحسنه. قصدك ايه؟ قصدك ان انا مش قدوه بالنسبه لياسمين؟ لا طبعا يا بيبي، مش قصدي، انت قدوه طول ما انت قدامها. لكن لو حضرتك بقى مش موجود وبنتك شايفه الست بتاعه الايروبكس طالعه نازله طول اليوم على السلم. وليه طالعه نازله على السلم والاسانسير عطلان؟ يو يا عادل انا ما بهزرش يا عادل، بنتك لو شافت الست دي هتقعد تقلدها. هي ياسمين عندها موهبه التقليد؟ لا 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 ده انت فظيع يا عادل فظيع. انا عارفه ان انا مش هوصل معاك لحل، بس عشان تبقى فاهم انا وسكان العماره كلهم مش هنسكت. هتعملوا ايه يعني؟ هتشوف يا عادل هتشوف. يا جماعة أنا جامعكم النهاردة طبعاً عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانيين. طب الناس التانيين هم المشكلة؟ إيه ناس التانيين عمرهم ما يبقوا المشكلة، المشكلة في إن إحنا نتأقلم مع الضغوط اللي حوالينا. يا عادل يا ابني، ونستنى ليه لغايه ما ضغطنا يعلى؟ لا يا ماما مش الضغوط يعني الضغط ويعلى ويوطى، لا الضغوط اللي هي المؤثرات الخارجية الجميلة الحلوة يعني. يا أستاذ عادل يا استاذ عادل كلمنا امال عربي عشان خاطر نفهم يا اخويا. وانا بكلم انجليزي يا ام ميرفت، انا بقول بمنتهى البساطه يعني يا اخوانا ان الساكنه الجديده دي جارتنا الجديده الجميله العزيزه يعني لازم نرحب بيها بدل ما نتضايق منها يعني. ازاي بقى ما نتضايقش منها وهي ضيفه تقيله ومش طايقينها خالص خالص تقيله خالص؟ ماشي ماشي، يعني انت عارفه ان الضيفه ممكن تبقى تقيله على الناس اللي قاعده عندهم يا حماتي. انت كمان. والله يا اخوانا انا شايف ان احنا مش عايزين نخرج من الموضوع الاساسي وخلونا في موضوعنا. بص بقى يا استاذ عادل، هتقولي صح هتقولي ما يصحش، احنا ما نقبلش على كرامتنا ان واحده زي دي تقعد وسط حرمنا. والله بقى اذا كان وجودي هو اللي هيجرح كرامتك فمعلش بقى سوري، يبقى العيب في كرامتك. وانت ايه راي عيلتك في الموضوع ده يا استاذ عادل؟ والله يا استاذ حلاوه انا عيلتي ملهاش راي، مادام بتكلم في السياسه محدش بيتدخل. ايه اللي عيلتي ملهاش راي ده؟ طبعا احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. اهل بيتك مش موافقين، عايزنا احنا يا اغراب نوافق. ايه يا عم ضحكه الكفار اللي انت بتضحكها دي؟ وبعدين يعني انا جايب لكم اكل وعمال اجيب لكم في حاجات ساقعه، وفي النهايه تقولوا مش موافقين؟ طب خلاص الاجتماع خلص وانا هفض الاجتماع. يلا اتكلوا على الله اتكلوا على الله. بترككم. يلا اتكلوا على الله اتكلوا على الله. يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه. استاذه شاهي يعني ان شاء الله كل حاجه ليها حل. اوكي ميرسي خالص يا استاذ عادل. لا لا باي باي. بس عيب عيب، احرجتوني جدا مع الست واحرجتوني مع النقل. علمكم بقى انا اخر مره اعمل اجتماع للعماره دي هنا اهو، يعني فعلا مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. انت عزفت يا رمزي، قوم سيب ايدك دي يا راني. تعال. ايه عارف دي ايه؟ دي ربع جنيه؟ دي 5 جنيه يا زفت. 5 جنيه؟ ايوه الخمسه دي هتبقى بتاعتك لو عملت اللي قلت لك عليه. بتاعتي انا؟ انا تحت امرك يا ست الكل. الست اللي كانت قاعده هنا لو راحت لعادل البازار تكلمني وتقولي، اوكي؟ حاضر، بس انهي ست فيهم؟ الست الجاره الجديده يا زفت. ماشي ماشي، لا انا هفتن على ابن عمي دول؟ لا طبعا. هتفتن يا رمزي. حاضر يا ست الكل. هو انا يعني هفتن على حد غريب؟ انا مش عارفه يا استاذ عادل انت متضايق مني قوي للدرجه دي؟ لا انا متضايق منك ايه يعني، انا متضايق من نفسي صراحه لاني مش قادر اعمل لك اي حاجه. دول حبيبي لو سمحت كنت عايز الموبايل بتاعك اعمل بيه مكالمه مهمه جدا. الموبايل بتاعي عايزه ليه يعني؟ انت بتكلم خد غور غور غور. شكرا. اهلا اهلا. انا مش عارفه بس هما ليه واخدين مني الموقف ده؟ هو انا وحشه قوي كده؟ يا نهار ابيض انت وحشه، امال الجزمه اللي خد الموبايل بتاعي ده من شويه يبقى ايه يعني؟ يبقى اكيد خايفين مني. هما صراحه يعني انا اسف يعني مش خايفين، هما يعني مش طايقينك اصلا.
طب بص، انا ممكن اتكلم معاهم واخليهم يغيروا رايهم زي ما خليتك تغير رايك بالظبط. يغيروا رايهم ايه؟ انت مش عارفاهم، انا عايش معاهم وعارفهم. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل معاهم ايه. عشان تعرف. ايوه ثانيه واحده، ثانيه واحده. هلو. اهلا اهلا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا. انا كنت جاي النهارده يا جماعه عشان اتكلم معاكم شويه، ممكن تسمعوني؟ طبعا ممكن نسمعك، ده انت جارتنا يعني، والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره. وكمان ليك يا عين تيجي لحد هنا في بيتي؟ عيب يا رانيا عيب، دي برضو ضيفتنا وفي بيتنا. لا يا انتي، انا بس اللي اقول هنا مين ضيفتنا ومين في بيتنا حضرتك، لان ده بيتي حضرتك. بيتي حضرتك؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ يا بنتي انتي بالك، انا ما قصدتكيش انتي يا سناء. اه بحسب. شقيل شقيل اخغاس وخالص. معلش يا رانيا، عشان خطرناني انا نديها فرصتوس علشان تتحدث. فرصة ايه يا مامي؟ ما كفايه الاستاذ عادل مديها طول النهار فرصه انها تتكلم. انا لا ابدا، انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص. يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ يعني رمزي بيكذب مثلا؟ مثلا 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 رمزي بيكذب. تتجسسي عليا، تتجسسي عليا. ماشي يا رانيا ماشي. لا يا عادل، لا اوعى اوعى، مش بتجسس عليك يا عادل، بس كل حكايه انا خايفه حد يخطفك مني. يا مدام رانيا، يا مدام رانيا، انا ما جيتش العماره هنا عشان اخطف حد من مراته. ها اطمنت الحمد لله، عشان تعرفي بس ان انت ظلماني. تعالى لي بقى جاسوس تعالى. ايه ده يا ابي، انت هتسيبنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكله دي؟ المشكله دي ما فيش اي مشكله ولا حاجه، وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي ميعاد مع الرجاله بتوع العماره كلها عشان نفس المشكله. خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم. يا سلام يا سلام يا سلام، حضرتك متفق معاها ولا ايه؟ امال ما قلتليش على الاتفاق ده ليه يا زفت؟ ما يمكن اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجه الساقعه. اي اذيه، يلا يا جاسوس عامل لي فيها شارل سامحون، اتكل على الله. يلا يا اسرائيلي. انا مش فاهمه يا مدام رانيا، انت ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا 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 لا، الا الثقه في النفس. انا اتميز بثقتي في نفسي والتضخم. بصراحه بقى احنا اللي مش واثقين فيكي اساسا، ومش واثقين اساسا في شغلك ده اللي انت فاتحاه. بصي يا حبيبتي، لو واحده عندكم في العماره فتحت صاله راس، مامتك مش هتقلق عليكي؟ اولا يا طنط دي مش صاله راس، دي صاله ايروبكس وتجميل وللستات بس كمان. وثانيا بقى انا مامتي متوفيه من فتره. يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام. اتفضلي ارتاحي، تشربي تاكلي. مالك يا دولا؟ مليش كام كده دولا؟ كده 1500 دولا. 1500 فاضل لك كام؟ فاضل لي 500 يا معلم. يخرب بيتك، انت فرحان ان انا بضربك؟ ده انا تعبت يالا. ال 500 دول بعدين. يلا غور من وشي، غور من وشي. ماشي يا دولا حاضر. يلا اتكل على الله، اتكل على الله وعلى الله. على الله تتجسس بعد كده يا جاسوس. انت عارف التهمه بتاعتك دي في اي حته في العالم ماشي كانوا ممكن يدوك اعدام، عندنا في البازار خليتهم 2000 ضربه بس. معلش يا دولا والله العظيم سامحني، انا مش هتجسس تاني يا دولا، سامحني يا دولا والنبي. خلاص خلاص غور من وشي يلا. ماشي يا دولا شكرا. دولا قال يعني ايه تجسس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ولا رمزي؟ نعم. روح هات حاجة ساقعة بسرعة يلا. مش مهم الحاجة الساقعة، احنا جايين على غدا. خلاص هات فرع الشجرة عشان الأستاذ نقر الخشب ده. وعشان جوزك
ابنك يفضل يحبك كده على طول لازم على طول تبقي مهتمية بنفسك. ايوه بس ما هو بعض الاحيان يعني بيبقى فيه رجاله عينيها زايغه. اي نعم. طول ما انت مهتميه بنفسك مش هيقدر يفكر في اي واحده تانية وهيفضل يحبك انت بس على طول. طب لو واحده يعني في ظروفي انا يعني عزبتها لا مخطوبه ولا متجوزه ولا بتحب، ازاي تلاقي راجل يعني يحبها ويتجوزها ويخطبها ويموت في دمدبها يعني؟ بصي يا انسه سناء، مدام ليها تجربه سابقه. سوري. بصي يا مدام سناء، حضرتك لازم تحبي نفسك الاول. دي بتقولي مين تحب نفسها؟ دي بتحب نفسها، دي على طول حابه نفسها. اسكتي يا مريضه، اسكتي اسكتي يا طاطي اسكتي. ولا شطب ولا مغرش شطب خلاص. اللي قولي لي يا حبيبتي يا قمر انت يا منوره، اللي ممكن جوزي انا يعني يعرف واحده تاني عليا وانا زي القمر واخده بالي من نفسي كده؟ والنبي يا اختي انا لو جوزي اتجوز عليا ده انا اذبحه واشفيه. امال انا بقى اعمل ايه في نسبتي السودا؟ جوزي حلاوه اللي ينضرب ما عادش طيب. بصي في خلقتي وانا والنبي يا اختي. طب قولي لي بقى يا شاهي يا حبيبتي، انا ممكن كده اقدر اظبط جسمي في حوالي كام شهر؟ هل في نوع معين من المكياج يبين ان الواحده ارفع سنه؟ ايه رانيا الستوبيد كويستشنز دي، مش معقول. بصي بقى حبيبتي، يعني دلوقتي انا لما اروح شرم كده عشان اخد بنسولاي كده واقعد على البحر كده واخد تان، اي نوع كريم احطه علشان ما اعملش تقشيرات كده؟ انت باين عليكي بنت حلال، عندك حاجه للروماتيزم. انت بنت حلال يا حبيبه قلبي، كنت عايزه تقولي حاجه يا اختي؟ اقول لك انا عايز اسالك بقى سؤال، هو الدكان بتاعك ده اللي انت يعني احنا بنبقى فيه زي محل كده الحلاقه ده اللي موقفها برضه؟ دولا لو سمحت كنت نو وشك في الحيط وشك في الحيط، يلا ايدك فوق رجلك، ارفع رجلك، ايوه رجل واحده كده. دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي طبعا زي الاخوات، يعني الجار اقرب لجاره من اي حد من قرايبه، عشان كده انا عايز اسالكوا سؤال واضح ومحدد، هل فعلا كلكوا بتخافوا من مراتاتكوا؟ اه اي صيته جاي فيها؟ انت متجوز؟ لا. يا سلام، لا انت لسه بتكتشف. امال ايه؟ دي بطل شغل الجواسيس، وشك في العين. ها يلا رجلك. نو بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنسيب الفرش ونمسك الروج. يا بنتي قلم الروج ده بتاعي. ايه ده بتاعك ايه؟ ما هي قالت لك ان اللون ده ما بيليش عليكي. سيبي ده بتاعي انا احسن. يا لهوي، دي تبقى حوسه بعد كل اللي انا بعمله في نفسي ده، وكمان ممكن ما عجبوش. على فكره بقى انا مره قصيت شعري على فكره وما خدش باله خالص، وابوه ما كانش بياخد باله مني ابدا. على فكره يا جماعه، هما ممكن ما ياخدوش بالهم لو غيرتوا في شكلكم، لكن اكيد هياخدوا بالهم لو غيرتوا في طباعكم. ايوه بس برضه يعني ست شوشو، يعني كلامك زي السكر، بس بقى يعني لما اخذه ما تاخذنيش ان الواحده مننا من شغل البيت وقعده البيت وحبسته بتبقى مخنوقه، مش طايقه نفسها، مش طايقه هدومها. ايوه يا اختي، امال ايه؟ بس بلدجنات كلكم، دي بقى الميزه بتاعت الايروبكس، بتخليكوا على طول عندكم منشطات، صح؟ جود جيرل، والايروبكس موجود. الحقوا جم خافوا شيلوا ما تنسوش اهم حاجه هتعملوهم ازاي. ها شيلي او دي فين؟ هم اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. والله كويس قوي ان العماره كلها متجمعه النهارده، دي فرصه كويسه قوي ان احنا يعني ناخد الاراء على وجود الاستاذه شاهي معانا هنا في العماره، ونبدا بالرجاله. ها اشمعنى الرجاله؟ ما نبدا بالستات. دور اي حلاوه، هو انت كده دايما على طول مناكف؟ الطبع قصدي يعني اللي تشوفه يا سي حلاوه. واضح ان النهارده في تغيير جامد. ايه يا رانيا، ايه الحلاوه دي؟ شكلك متغير النهارده. ميرسي يا عادل يا حبيبي، انت وحشني قوي 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 يا عادل. وانت كمان يا معلم، وحشتني قوي. ما تشوفوش وحش يا غزالي. هو في ايه؟ كل ده من الميركل بتاع شاهي. طيب يا جماعه، يعني انا مبسوط صراحه بالنتيجه دي، ومبسوط ان يعني ما شاء الله العماره كلها متجمعه مع الاستاذه شاهي، ودي فرصه هايله عشان ناخد التصويت. يا خبر اسود، هنصوت على مين يا اخويا؟ يا ماما التصويت
غير السويت. المهم دلوقتي احنا متفقين ان احنا هنبتدي ناخد الاراء. عايز اعرف مين فيكو موافق على وجود الاستاذة شاهي معانا هنا في العمارة؟